أهلا بكم من جديد. رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. ووافق مجلس الوزراء على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 من شهر ديسمبر لعام 2019، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب. واستعرض المجلس التقرير والبيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة التي لم تسفر أعمال الرقابة عليه عن أي ملاحظات جوهرية. كما واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام 2020، وعرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والذي عكس أداء الاقتصاد المحلي وأبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية في ظل انتشار فيروس كورونا مطلع العام الحالي. ووافق مجلس الوزراء على فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق بنسبة 67.5% من القيمة CIF ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج الإسمنت المائي بكافة أنواعه. نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2020 عبر موقعها الإلكتروني، حيث تناول التقرير أبرز البيانات والمؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد في المملكة. وبين التقرير أن الأداء الاقتصادي شهد نمواً في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤثراً على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول ومسبباً تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 1.1% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع 4.9% بالأسعار الجارية. وأوضح التقرير نمو القطاع النفطي بمعدل سنوي بنسبة 1.8% بالأسعار الثابتة. وعكست المؤشرات استمرار نمو بعض القطاعات غير النفطية، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً وقدره 4.8%. وبالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فلا يزال قطاع المشروعات المالية والتأمين في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 16.7%. ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع 33 للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي عقد عن طريق التواصل المرئي بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبد الله ناس. وخلال الاجتماع أكد الوزير استمرارية دعم الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكل الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الدائم لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجابا على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الرئيس الأرجنتيني يعلن تقديم حكومته عرضا جديدا لدائنيها.
نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1277 نقطة بارتفاع بنسبة 0.03%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,160,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 384,000 دينار تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7390 نقطة بارتفاع بنسبة 0.03%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلقت عند مستوى 4318 نقطة بارتفاع بنسبة 0.34%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2087 نقطة بارتفاعا بنسبة 1.23%، لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 1816 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. فتح مجلس المناقصات والمزايدات مظاريف 35 عطاء لسبع مناقصات مطروحة من خمس جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح فتح ثلاثة عطاءات لمناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممولة من الصندوق السعودي للتنمية. كما اشتملت عملية الفتح على فتح عطاءات لمناقصتين لهيئة الكهرباء والماء، وفتحت اللجنة مناقصة لوزارة الصحة. وفيما يخص قطاع النفط والغاز، قامت لجنة فتح العطاءات بفتح مناقصتين لشركة تطوير للبترول، وأخيرا فتحت اللجنة خمسة عطاءات لمناقصة لشركة مطار البحرين. حققت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ ارتفاعا في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو لعام 2020 بواقع 12 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 15%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق. ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة موانئ المملكة الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والواردة خلال نفس الفترة. أعلنت الحكومة البريطانية تخصيصها مبلغ 1,960 مليون دولار لمساعدة قطاع الثقافة في البلاد على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وأوضح البيان أن هذه المساعدة التي تمثل أكبر استثمار يضخ دفعة واحدة في قطاع الثقافة البريطاني، ستوفر شريان حياة للمنظمات الثقافية والتراثية الحيوية في جميع أنحاء البلاد والتي تضررت بشدة من الجائحة. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أن حكومته ستقدم عرضاً جديداً لدائنيها للتوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة هيكلة ديون بقيمة 66 مليار دولار وتمديد التفاوض حتى نهاية أغسطس. وأسفت ثلاث مجموعات دائنين تتفاوض مع الأرجنتين على إعادة جدولة ديون بقيمة 66 مليار دولار نهاية يونيو لغياب الالتزام الجدي من طرف بوينس آيرس لتجنب تداعيات التخلف الطويل عن الدفع.